بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبرات شهو ودوان دمهتوج يهنجري في أحكام صلاة العيدين سر صلاة العيد ويمجو موصل قلت صلاة عيد وشن بتملكتا عندنا نتبوشن أنا صلاة إن شاء الله عندما يتوقعوا نجي عيد صلاة نسجد لن إنهم بتملكتا والسان يموك يعلب نتبوش سرالو يهن النتبوج الله فكرك هنا عندما يكتلوا عن سالو مجمّر يا صلاة صلاة العيد عندنا حكامتين لما يتنمكر صلاة العيدين النزيف لا تعيد صلاتك عيد الأضحى نمدم صلاة عيد الفطر باتك علي النزيف صلاتك مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بقرآن بحديث عندهم دموا بمسلم جسم منت يصدق أيهون عباد وجناته فالله سبحانه وتعالى بقرآنه مهن نقر عن ملكته ملكته عليه الصلاة والسلام بحديثاته هن نقر تقومه وكذلك مالتنا إجماع المسلمين يمسلمو تمسم من نتعلبت مالتنا بل قد كان المشركون يتخذون أعيادا مشركوج عيد نبراته ومدينة لي لك نبي عليه الصلاة والسلام ودى مدينة سيقبو النزي مشركوج قلتك أنو تعلو عجو بزانه لك أن يدسة تعلو يجعو تعلو عند عمت بعد يكبر عجوان نبي عليه الصلاة والسلام إهنن سيايو تأيقو من دلنا جو النزي سيلو من نجعو تبا جو مننا كبر عجو يهنوه لتك أنا توجنا جوالو عجو ملكتين عليه الصلاة والسلام منالو قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر الله سبحانه وتعالى النزي من تجعوته بباته ومن تدسته بباته عيد عدرغاته ويازاته وعاته وينبرته النزي هلت قناته الله كالنسو يتشال مرت بهونك أن تكتواته كاهم بهالا النزي هلت قناته لي النزي قناته لي مدست عيد بعل عدرغو مياز أي فكر لاتهم الله يتشال تكال لاتهم سم يوم النحر ويوم الفطر سم يوم النحر يعرف بعل يوم الفطر يفطر بعل مالتنا نزيه لتبعالوشن الله كان نزادرو كم تتك أمواتشو يتشعلونا تشونا بن نزيه تلساتو بن نزيه تشعوتو يعمل تبعالك أن كفلقاتو نزيه نعكبرو بلو نبي عليه الصلاة والسلام تقوم مالزم كذي حديث منا كونا قرال فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث على أعياد الأخرى ملكتين عليه الصلاة والسلام يهكالو بوهالا يهنن هلتي عيد كاناتوش كتنققو بوهالا ليلة عديس عمت بعد عيد مدنجك أي شاء يفكر كذا ليلة عمت بعد عديس عيد مدنجك أي فكر يتكلم كذا يوم مسلموش عيد عيد النحر يوم عرفة وكذلك ويوم الفطر كذا وش عيد إلا جو سمنتو جمعة له مثالك أعياد الموالد وغيرها يلدت كان سوي يتولد بتميهون يلدت كانوا بعد بيامة مياك بيهون عندهم دمو مالتنا ويا مشايخوش موليدهم يلدت كان ميهون عندهم دمو مالتنا ويا نبي عليه الصلاة والسلام يلدت كان يموليد بعلم ميهون باتك علي شريعة مسارت يلا جوم بوتا يسطع جوم النزي عند عيد اي قطرة جوم بل يوقزال لمن كتب هذا ملكتين عليه الصلاة والسلام بالله تأزاز عيد الفطر عيد الأضحى عندنا قول بل نزي تدسته بل نزي تجعوتوال سلزي هين انتتن أي ليلة يسفل لقنا الليلة مدنقا قال لبن بلن ليلة تجمّاري عيد من دنقك هنا كتتك دنقاكي كالله سبحانه وتعالى قانو قجتاك نميهون كالله تزاز قانو مقاجات ميهون سلزي هاي هون مالتنا يتين يوم موليد يتين يوم يلد تبعد يتين يوم مالتنا يولجي ميهون يلجيه ميهون يمسته ميهون يتولد كبتم كانيهون يمشايخوش ميهون يا نبياتوشم يا ملايكوشم يتين يوم يموليد بعليهون يتين يوم أينة الليلة بقال شريع بوتاي ستهم لمن كتب على يه عيد عمل كوتنو
عند ترى ميتاي نجر أيد لم عمل كوت نو الله سبحانه وتعالى ميدنا ججو نجر نو عمل كوت قد دايو توقيفي نو قرآننا حديث مرجع يزه متي دونجي براسها عملك هكذا من شجر الله ويهي تكمل يفترونه بله متي لو نجر أيد لم مثال عند سب صلاة عند ميتا وكو عمل كوت نو عبادة نو سلزي توقيفي نو إن العلم من ماله نو عند سو من شجر الله الله إنه متجزأ النابلو أمست ركع بيسجل الظهر ويعيشة أمست ركع بيسجل عودتهم تكبين تعليني من شجر الله صلاة كون يسجدوا الله ناس بس تعلو بيجنوا إخلاص اللي بلو بيسد أيهن أيهن يتكمل التي يزون ما مهدي الله بدنا بس الله سمي أسيون ظهر عرات عصر عرات مغرب صوست عيشة أمست يعني عيشة عرات صبحي خلت كزوجي عندك أمر الله لكن نسألك على تكبين تعليني لمن مرجان تسوال مالتنا لكن دزه عيد من دزه ناجو عيدكم من دزه ناجو النزي كتدنا جاكو سامنتاو عيد جمعة يجمرال كزوج يلا كزوج هون عيدج يلهم مسرة يلا جو مالتنا بل مشابهة بالكفار لهم ككافروش كم مساسا نبزينا قال لا من كافروش يهودا وش نصارى وش أيان دان دكان يا كبروتا أيان دان دكان عيد الله جو إيه من كنا بتلاج يا مريم كان يروح ليه يا منا من كانوا هي يا كليك أنو هي يا كليك أن دالك أنو كفلو تاج وروه له عمته له بقى دقس جفرانه بقى كل كان يعيد عمته بقى عنده عمته باري اللي بكن عنده تنش كانوا عنده عمته بالجنا سهل ليلا ويمتع ليلا وسهل ليلا ويمتع بقى ليان داندو يعني يزنيا ويلدت كان يزنيا ويمنو كان إيالون دال يا كبروتا إنيام دمو بزيبه كل متن يا كلي ولي مشايخ يا لدت كان يا كلي من عمن يا لدت كان بلن إيان دندو لوليوش ويروم لمشايخ وشتك باقراتش اندى ميت درقه مارتن إيه كان مارتنو ينتنا كانو يا عبدوي كانو يا سيد يا شخصين كانو يا عالكسوي كانو يا عبريتي كانو اندزي يالو كانن يا كفافلو يا ملكالو مارتن إيه مسألة اللي لو نقل لك كافروش اندى ميادر قوت مارتن إيه يا مريم كانو إيه يا جبريل كانو يالو اندى ميادر قوت لك الناس كورجوا كوبي أدرجوا من يالو يلالو يه يسنينو يه دمو مالتنو يا عنينو يدانينو يا نسلو ينقصو تشنو يا كليك أنو منها من يالو كفلو يلالو مالت إيه كتتا كالناس كم متكاتن يعني كالناس كم مساسنو شريعة بوتها عيسات أو مالتنو شريعة لي بوتها عيسات أو مالتنو اتباع عنو جنيا ابتداع التعززنا اتباع مخالفة السنة إيه كل مالتنو تشبه بالكفار أي تعلم مالك منم سموك أبيك أيروت مالكم سمو بياسام روت منم بيلوت من شجرالو بيلوت شجرالو شجرالو إن يا ثازة تاني يتدرر رجال لا تجوي يتسات تجوي نيازوني تبانو يزن بزاني رجال سرزي بزي أما كائنات مالتنا من نيوم كنزي عيد بعد وجي نيلا يلن مالتنا عدي سمتي هنا لو مالتنا طيب سرزي عيد الأضحى عيد الفطر النزي صلاة يلا تجوي يتدرر رجال لا تجوي ناتجوي عيد لمن عيد تبالي وسمي عيدا عيدا عيد عيد تبالبت ممكنات بس يسمي تتربت ممكنات إلى العلم لأنه يعود ويتكرر على كل عام بيان دندو أمد يملا اللسال ولأنه يعود بالفرح والسرور بدستا بمدست بملكام نقر مالتنو بمجعوت بطر بخير نقر لي بي عمت من ملا اللسل هنا عمت تبقو يمتال يعني عمت تبقو كل عمت يزور 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 يتدقى قمة بمسلموش لي بدستا بملكام نقر بفرح بسرور ሚያገኛቸው ሚደጋገም ከመሆኑ የተነሳ ነው ዒድ የተባለው ማለት ነው ለመደጋገሙ ነው ከመደጋገሙ የተነሳ የተሰጠ ስም ነው ማለት ነው ዒድ ዒድ የተባለበት ምክንያት መረጃ አለ ወይ ዒድን የተደነገገበት ዒድ ያኔ መረጃ አው ቁርአን ሐዲስ መረጃ አለ ከዛ ውስጥ ዑለሞች እንደ መረጃ የሚያቀርቡት ፈሰሊ ለረብከ ወንሐር ሚል ቁርአን አንቀጽ ነው ፈሰሊ ለረብከ ለጌታህ ስገድ ወንሐር ለሱም እረድልህ فصلي لربك من القرآن أنقذ من بلو فسروت فصلي لربك أي صلاة العيد نو بلو فسروت بزوم فسروت هنا نبزي فسروت صلاة العيد نو فصلي لربك أي صلاة زي يتفلق يتفلق بد يعني تخصيص تدرجو عيد صلاة يتفلق بد برأيهم إنجليه بزوم علموا شغل أو تال مثلا المشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد بمالد ابن قدامة المغني كتابات جولة أسفروتال ابن كثير من هنا قرآن أنقص هنا مرت أو هيرو عليه بزي فسروتال ابن جرير الطبري بزي فسروتال مالتنا بزي فسروتال نبي عليه الصلاة والسلام من دهنا حتى حيض حيض اللي قالوا سيتو تنقى بهون أو تواتشو يوتو لعيد صلاة يوتو بلو عزو سلزي من رجع اللو مالتنا يعيد صلاة من رجع اللو يهون نقر نو مالتنا نبي عليه الصلاة والسلام لما جم رجي سجلوا في عيد صلاة بهلتني عمت هجر على يوم الفطر نو يا رمضان مالتنا بهلتني عمت هجر على إنه يسجدوت إن كذبها لا ولم يزل صلى الله عليه وسلم
يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله عليه وسلامه ملكتين عليه الصلاة والسلام كذبوا هلا كولتين يوم تهجر عليه صلاة يوم الفطر لي صلاة كسجدوا هلا كذاك أن جمروا ود آخر أسكي هيدو درس النزي قول الصلاة تتواجوا يكم ملكتين عليه الصلاة والسلام تتواجوا يكم بجراش هل ليس قراء جونب بل بزمار الله واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف كدرو جمروس كأهون ونجيزي درس مسلموت مالتنا ويتكتاكتلو بزي لاي مالتنا وبكت عينت يسدو تال مالتنا سلس إيهي يمسلموت سممنت من دالو ياسيال مالتنا يمسلموت سممنت من دالو ياسيال حكمو من دنو يعير صلاة مسكد يعير صلاة وطو مسكد حكمو من دنو كتب على حكمو بتملكت علموت تلا يوقعم يزوال بس وست تكفلو عن حكمو من فردو كفي العلموت سنة مؤكدة نوالو يتأنكر سنة نوالو كفي العلموت فرض كفاية نوالو كفي السوج كادر ربوت كفي السوج مبقى هنا فرض نوالو كفي العلموت نمو سوستن عقوام واجبون على كل أحد ولوتا ليان داندوسو ليسقدو مقبا قديتا نوالو يما جمراو سنة مؤكدة يتأنكر سنة نو كالو علموت مكاكل مالك وج إمام يعني إمام مالك مذهبات جو وكذلك مالتون شافعية إمام شافعي مذهبهم يهنو سنة مؤكدة نو قديتها يدلم فرضا يدلم واجبا يدلم يتأنكر سنة نو ليسجد ميكبت أنكر على سنة نو بلو بزيه دوال فلتين فرض كفائي يتوسنو سواج كسجدو كتوسنو تميابك أكالك عند عزان مالتنا هون عزان فرض كفائي نو يتوسن سو كالك ليلة كله يبلا يبال سيد يتوسن سو كسجد كتوسن سو ميابك أكاي هنا عينت فرض نو برال يهنون فذا يعني مذهب إمام أحمد إمام أحمد مذهب يهنو وواجب على يسوسني علم مجتمو بيان داندولا قديتان لو يسوغدو ميقبا فردنو قديتانو بيان داندولا يلوستمو أبو حنيفة مذهباتو بزيلينو ورواية عن أحمد إمام أحمد باند زقبو إهنا قوام دقفو الماء إمام أبو حنيفة ماذا قديتانو ميرو إهنا قوام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك مالتنو إمام الشوكاني ابن عثيمين ابن باز إهنا قوام دقفو الماء لتنو هنا قام دقفوا على مرة جاتهم من دونه كتبال عندنا يقدم القرآن عن قصنا فصلي لربك ونحر فصلي لربك يقرآن عن قص مالتنا هنن إمام ابن قدامة عند تكمل عند تكسو ابن كثير عندهم دمو مالتنا ابن جرير الطابري عند تقومود صلاة العيد نبلال سلزي تأزازنو متو وتو مسكت جديد نبلال ولتنا مرة جاتهم دمو نبي عليه الصلاة والسلام حتى حيد لا اللي شيء تجراسو عندي ولي جملة يعني يا اللي شيء تجراسو يا يعني بكري هونو مالتنا والتاسيتو كلونو مالتنا لعيد صلاة انديوتو عزوال مالتنا من كمونوغا سيرلي جبيتو عمسكر مانتي تشالك كمونوغا يعيد صلاة جن انديوتو عزوال سلازي يه صلاة قديت عندهونو ياسايا البلوال مالتنا تنكر على من رجاني يالو سلازي علي هل حكم لما يتنجي أن يافا الصنة مؤكدة امتبالة فرض كفاية امتبالة واجب على كل أحد امتبالة مسكرة جن منم يعني ترطري ليلو بلاج هنا نقرنا ما سرزي عقم يالو سيتم وندم عذر يالي يازو بشتا ليلوش ليلوش نقراتوش يالي يازو ونزو حتى حيث لاي بتون توتا نبي عليه الصلاة والسلام من دالو توت قلج كصلاة كمسجد جاو قزي ولو هالتلا لش مالتنو كزاوتشي ينسون دعا تقارا لش مالتنو يمسلم وچا عندنا تعيتا عندهم دمو يعني شعير الإسلام تملكتا تملسا لش مالتنو دعا تشو تقارا لش تكبيرات إسان كان بركة طهريان هاقين يالش بلا لش عليها الحكمو يهنني مسلال مالتنو طيب ይህንን ካልን አንዳንድ ከዚህ ሶላት ጋር የተያዙ ነጥቦችን እንይና ቀዳ ማድረግ ይቻላል ወይ ወደሚለው ርስ እንገባለን طيب መጀመሪያ ያመለጠው ሰው ቀዳ ማውጣት ይችላል ወይ እንግዲህ የቻለ ሰው ወደ መስጊድ ጋር እንዲ ካልን ቀዳ ማውጣት ስንት ይታያል ምሳሌ ሴት ልጅ ቤቷ ውስጥ መስጊድ ትችላለች ወይ ወንድ ልጅስ ካመለጠው ቤቱ መስጊድ ይችላል ወይ እንዲሁም ደግሞ ምሳሌ ይሄድ እንዳጋጣሚ ኢማሙ ሰግዶ ሊጨርስ ይችላል ስለዚህ መልሰን ቀዳ እናውጣ ወይ እዛ ቦታ ላይ ከተባለ በዚህ ጉዳይ ላይ ዑለሞች በሁለት ተከፍሏል كفي العلموت قضى ما وطعت هاي تشالم بلوال كفي العلموت منالو قضى ما وطعت هاي تشالم قضى ما وطعت هاي تشالم مالو كفي العلموت دمو دي تشالم للك بميسجر بتهنيتا عرقو يسجدوال بلوال لك بميسجر بتهنيتا يسجدوال لالو قضى ما وطعت هاي تشالم يا العلموت من دنو كتبال الناس عند جمعة نوال عند جمعة نو من ما عند جمعة نو بلو مالت عنسو صلاة الجمعة بيعملتو صلاة الجمعة بيعملتو جمعة قضى وطعت أي وطعت من دنو ميادرقو ظهورن يسجدال انجي جمعان بقى عملتوها مثالي مسجد سيد امامو سجد جمعه اتناقك كذا على هيدو من يركا جمعان مدسو قضا يوتا مندنو يسجد ظهور نو يسجد سلازي جمعه ياملتو سو جمعو من هنا معناتنو بقى عملتوثال معناتنو لمن جماعه بقى بجماعه مسجد هيدو انديدن اندي سجد يتدنغغا نو وبيتو هونو جمعه يسجد ماند سو مسجد امامون جماعان كاملتو جمعه يسجد لك صلاه العيد لك اندزي هونو بلوال لمن من تدنغغلت يعني اجتماع شرعت على وجه الاجتماع بس هبسب عند لاي ميدا لاي وتو
اندي سجدوت يتدرج صلاتنا ميرا لا يوتو اندي سجدو صلاتنا بزيو حكمه ميرا لا ينو ميسجدو صلات معناتها في الصحراء في الصخرة ميرا لا ينو ميسجدو لمن النبي عليه الصلاه والسلام يسجدوت ميرا لا ينبر لك ابي سعيد رضي الله عنه عند استلفوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والاضحى الى المصلى النبي صلى الله عليه وسلم وده مصلى يوتو نبر سبسبو ذا بوتا لا يمسجدو ينبروا مسجد لا يسجد بعذر كانونه بستكر يا له عذر مسجد لا يمسجد كراهن يتطلى نو براو علموش معناتنا عليها ليالو عذر مسجد وسط يسجد عصر مندنو يتنو ميسجدو بوتا صحرا ميدا لا يلت على بوتا ميدا لا ينو ميسجدو لك نبي عليه الصلاه والسلام سيادرغوت اندنبرو معناتنا لمن دني يتدرجبت انكات عندنا ميدا لا يمهونو مسجد كون يا مزاو مسجد اتغبل يسجدون يهم زي يسجدونو شاعيرا تلقو نجر طفا من عند لا يتسبسبو عندنتاچو እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው ሻይረ ኢስላም ግልጽ ማድረጋቸው የሚለው ነገር ሊጣፋ ነው ስለዚህ ያ እንዳይሆን ባንድ ቦታ ላይ ተሰብስበው ባንድ ቦታ ላይ ታይተው ማለት ነው ያንን ማለት ነው መልካም ተካፍለው እንዲላዩ ስለሆነ የተፈለገው ኢጅማዕ ስለተፈለገ ሜዳ ላይ ይሰገዳል ብሏል ስለዚህ እነዚህ ዑለሞች ምን አሉ ቀዳ ማውጣት አይቻልም ዑለሞች ኢጅማዕ ተደንግጎለታል በቃ خلاص ያልተሰባሰበ ሄዶ ያልሰገደ አምልጦታል በቃ የለውም ብሏል በቃ አምልጦታል ቀዳ የሚባል ነገር የለውም اجتماع بس بسب اندي سجد يتدنغ صلاتنا مسبسب كالچاله هيرو مارتو ميدا لاي كامام كا مسجد كالچاله هيرو قدام ياوطاو لبچاو ميسجدو نغير يلم كاملتو املتو بلوان اي اقوام ابن تيميه دغفوتا شيخ الاسلام تيميه هنا اقوام يزون ابن عثيمين مين تنقفوان كمذهب دمو حنفياوج حنفيه مذهب بزي لا يملكتال مارتنا قدام ياوطات ايتشالو بميلو لا ليلوش دمو جمهور علموچ قدام ياوطات ايتشالال بلوان قدام ياوطات ايتشالال بلوان مارتنا قضا يوطالتال بلوان ይህን ቀዳ እንደሚወጣለት ከተቆሙ ዑለሞች መረጃቸው ምንድነው ቀዳ ማውጣት ይቻላል ያሉት ደግሞ ነብይ አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብሏል አሉ ፈማ አድረከኩም ፈሰሉ ወማ ፋተኩም ፈቅዱ ብሏል ነብይ አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መስጂድ ሲሄዱ ረጋ ብላችሁ ቀስ ብላችሁ ሂዱ አንዳንዱ ይሮጣል ልክ ኢማሙ ፋቲሃ ሲቀራ ወይም ቁርአን ሲቀራ ከሰማ ቶሎ ብሎ ረካ ላይ ለመድረስ ማለት ምን ያደርጋል ይሯሯጣል በቃ ልቡ ማለት ይወልቅ በደረሰበት ነው ይሮጥ መስጂድ ላይ ማለት ያንጫጫ ይገባና አላህ ብሎ ይሰግዳል ከሱ ይወርዳል ማለት ነው ይሄ እንዳያመልጠው ሲል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ከለከሉ በቃ ቀስ ብራችሁ በሰኪና በአደብ ሂዱ ኢማሙ ከደረሳችሁበት የደረሳችሁበትን ከኢማሙ ጋር ስገዱ ወማ ፋተኩም ያመለጣችሁ ደግሞ ፈቅዱ ቀዳውጡ ብሎ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ያመለጣችሁ ቀዳውጡ ሲባል ይሄም ዒድም ሶላት ልክ እንደዚህ ነው ቀዳ ይወጣል ብሏል ኢማሙ ካመለጠው እዛው መስገጃ ቦታ ላይ ቀዳ ያወጣል በዛው አይነት መልኩ ማለት ነው በሆነ ምክንያት ማለት ነው ምሳሌ ሴት ልጅ ቤቷ ውስጥ ቀዳ ታወጣው ልትሰግደዋለች ባሪያ ማለት ቤት ውስጥ ይሰግደዋል ያመለጠው ሰው ይሰግደዋል ብሏል ይህን መረጃ ይዘው ለታሩም ከአነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ የተላለፈም ዘገባ አለ አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ልክ እንዲህ ከኢማም ሶላቱ ሲያመልጠው ምን ያደርግ ነበር መውላውን ያኔ ቤተሰቦቹ እንዳል ይሰበስብና የሱ መውላ አንዱ ማለት ነው ያሰግራቸው ነበር አነስ ኢብኑ ማሊክ ይሄን ያደርግ ነበር ስለዚህ ይሄን ይዘው ፈቅደዋል ይቻላል ብለዋል ጅምሁር ዑለሞች ነው የፈቀዱት ማለት ነው ከኢማሙ ሻፊዒያም ነቅለ ተደረገው ኢማሙ ሙዘኒ ይሄን ነገር ከኢማሙ ሻፊዒያ ሴት ልጆች ሊሉትም መስገድ እንደሚችሉ ገልጿል ማለት ነው ለጅና ዳኢማ የሳውዲ ቋሚ የፈትዋ ኮሚቴ ማለት ነው ይሄንንም ፈትዋ ሰጥቷል ማለት ነው ቀዳ ማውጣት እንደሚቻል ወከዛሊካ ኢብኑ ባዝ እንዲሁም ደግሞ ኢብኑ ቁዳማ ለጅና ዳኢማ እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው ሊሉት ኢማሙ ሻፊዒ ሊሉት እንዳለ ጅምሁር ዑለሞች ቀዳ ማውጣት ይቻላል ልክ እንደዛው በሚሰገድበት መልኩ ቀዳ አውጥቶ ይሰግደዋል ብሏል ኢንሻአላህ ራጂሁም ይሄ ይሆናል በአላህ ፈቃድ ሌላው ተክቢራን በተመለከተ ይሆናል ወይም ደግሞ አሰጋገዱና ተክቢራውን በተመለከተ እምና ይሆናል አይደቱ ረካዓት ሶላቱ ዒድ የዒድ ሶላት ስንት ረካዓ ነው የሚሰገደው ይህ ምን ጥርጥር የለውም ነገር ረካዓታን ሁለት ረካዓ ነው የሚሰገደው ابن عباس مستلفه حديث لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها عبد الله بن عباس من يلال يا الله مرتين اضحى ويم فطر لي وتو سجد النبي عليه الصلاه والسلام ركعه فصلى ركعتين ولت ركعتين سجدت لم يصلي قبلها كفي لفيتو قبل يوم ما سجدولتهم ولا بعدها بعد يوم ما سجدولتهم بايكون بيتو كما تمام معناته ولت ركعتين لم يسجد قد ما سلفنا اليوم دمو معناته مصلى لا عيد نو عيد يعني مصلى ومسجد يبالال ويس مصلى لا ميبالو بزي لا خلاف الله كفي العلموش عند مسجد نو ميتايو مصلى سلاذي تحيهتر مسجد 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 يشلال بلوال كفي العلموش دوم لا مصلى يعني مسجد الله مصلى تحيهتن مسجد 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 ايتشالن بلوال صافي هنا خلاف الله بت ان شاء الله نغيركن النبي صلى الله عليه وسلم كفيت من قالا من مال سجدوم بتشان قرسوا معناته عيد صلاه سجدوا ابيتو كم ابيت كملتو بالا ولت ركعه يسجدوا نبر انيا مهين بن كتل يتشال يونا تكبيرات صلاه العيد يتكبيرا عيد قطروج سنتناچو እንዴት ነው ቁጥሩ በስንት በመጀመሪያው ረካዓ ስንት ተክቢራ ነው የሚባለው በሁለተኛው ስንት ነው ከተባለ አምር ቢን ሹዓይብ عن ابيه عن جده ከአባቱ ከአያቱ ይዞ እንዳወራ አምር ቢን ሹዓይብ ማለት ነው
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد نبي عليه الصلاة والسلام بعيد لك تكبير أدر قال 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الأخرى ولم يسلق قبلها ولا بعدها صحابي من إلى يهن سوما لتن يهن النقر أستالف من نبي عليه الصلاة والسلام بعيد لك تكبير أبرا من أسره للتكبير بمجمرة ولا يسابات بولتين ولا يعمست لك عند ليسنت أسره ولد عندي ثم بجمرة ولا يسابات كتب عليه مجمرة لك يمتال سوي إمام يمتال كذا الله أكبر إلى إيه من يبالا تكبيرة الحرام يبالا ودى صلاة المقبية نقراتك حرام ما درق يبالا تكبيرانات لعيدهم هنا لسنام صلاة هنا لفرضهم صلاة هنا له اللو صلاة متقابة تكبيرانات مجمرة متقابة أسو من تباية تكبيرة الحرام تباية يجي ركننا يا صلاة وركن ما أزلنا أسواك الليلة صلاة اللج بيرسام أو قومي هن سيوكم من بيرسات نم تكي صلاة أي طريق لن ركن صلاة ما لن ركن قد ما قينيت من تعطى اللبتنا رسال 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 ورك الله ترجي يمجمرة صلاة لي سيقابة بيتن يوم صلاة لي مالتن الله أكبر ميلو تكبيرة أتوا من تبالك يمجمرة تكبيرة إحرام تبالك يتوي ركننا كذاب وهالا دمو سدس تكبيرة يمت عن مالتن كذيش كتكبيرة الإحرام قا ترجي بمجمرة ولاي سبات تكبيرة يلال بلو مالت يمجمرة وده صلاة سنقابة يالنو تكبيرة كقوترنو عند لي سبات هنا السورة مو كالك وطبلو سدس هنا مالتن يا تكبيرة زوائد يبالا إيه تكبيرة إيه صوص عين تكبيرة لو صلاة تشنسن سجد عين صلاة تشنسن سجد صوص عين تكبيرة من منرو صوصهم إلا يلو يمجمرة تكبيرة الإحرام من لونه صلاة سنقبة صلاة من ناس ربت الله أكبر إجاكين بتيو أنستن من لو مالتن جوراتن تيو إنو متكشاتن تيو أنستن الله أكبر من لو تكبيرة الإحرام يبالال إيه ركننا مكرات بيتين يوم تعمر مكرات يلبتنا لا فرضن صلاتهم لا سنة صلاة بقدرنا ركننا عندي هنا عندي يوم تكبيرين هنا خلته يوم تكبيرة تكبيرة الانتقال يبالال مش جاكرة تكبيرة مثالي ورثت ركوس الطرد مثله كذا كركوس الناس وإسوس سمع الله من الحمد لله مثله ورث سجود الطرد كسجود ملسا ست النساء ولو لسا يوم سجود ستور كسجود ست النساء ولو تحيات ستكمت كتحيات تكمت ست النساء يا كاندو درجت صلاة لاي كاندو درجت وداندو درجت متشاكا قربت بمندنو بتكبيرانو يا تكبيرة الانتقالي بارال إيه راسو يشالانو إيه صلاة واجبنا ركنو سايقبا طيب ليه العدو تكبيرا لهم سوستا يوم تكبيرا دمو لك تكبيرا شان الله أكبر كالم بوهالا فاتحة كمكراتات شن بفيت بسكتاتا يمنلو تكبيرا عيد صلاة لي مالتنا هي عيد صلاة لي تكبير زوائد يالو عيد صلاة لي لك فاتحة كمكراتات شن الله أكبر تهيت يعني تكبيرة المسجد يعني تكبيرة الإحرام بلن صلاة وزقبا كزاورة بتكتاتا تكبيرا شلنا متعنو إن إذا تكبيرة من تبلو يتعرض بتكتاتا من نامت عشو عيدنا من نامت عشو تكبيرة تكبيرة زوائد بارانو سوستو إلا يالو يما جمرا أروكن يا صلاة ما أزنو بيكين يهوني سمكرتي اللبتو لهولتين تكبيرة الانتقال يالنا سنورد سننسا منلو كاندو انكسكاسي وراندو انكسكاسي سنشقاقر منلو تكبيرة دمو واجبنو يصلاة واجبنو اسو با سجود السهو يتقنال بعدنا بن الرسو عراسو بسجود السهو مجرشاني هولت ركا انتقنو هاي تكبيرة يعني سنة يمجمرة تكبيرة كن تكبيرة الحرام قد بسجود السهو راسو يتقنو يقدم منتصر اللبت ركن سرونة سجي تكبيرة الانتقال واجبنا من واجبات صلاة سنونو بسجود السهو يتقنالو بن الرسو عراسو مالتنا بن الرسو فون بروكتو صلاة يبلاشار برعو علموج هولد سوستين يوم تكبيرة تكبيرة زوائد تكبيرة الحرام كالين بهالا ترف منا متاتشو كفاتيح بفيت منا راشو عيد لاي منا راشو تكبيرو شناتشو النجي سنة ناشو بك سنة ناشو ركن ما يدلوم من ما تركن يدلوم بلو مالت عند سو مالت قد يامتاتشو ميبالو نقراتو شا يدلوم عند واجبات صلاة ما يدلوم يصلاة واجبات لك اندى تكبيرة الانتقال واجب يدلوم من مالتنو كرساو عندما كاملتو بسجورو سهو يتأذنو ميبالو يدلوم من دلناشو سنة ناشو ماتو كفلق ميامتاو نو مالت بيرساو سا وينو بيتو سا من مي يلبتي هون التكبيرة شناتشو هين يازو سلازي نبي عليه الصلاة والسلام تكبيرة بلو على عصر ورث من ما تعصر ورث بمجمرة سبات تكبيرة لالبك يمجمرة وليك سنسك بمجمرة سبات تركة بلو ما يماتنو مجمرة الله أكبر تكبيرة الإحرام السكو كتر قد قد أي ما متعشو زوائد تكبيرة زوائد سدست بجانو ما متعو يمجمرة سلم كترو كسدستو كنزي كاروك يعني كاروكنو تكبيرة الإحرام سبات كزوارة مالتنو استفتح بلو فاتحة وني كارال مالتنو قران يقرأ كذا وردوش أرسو أهونم سينسا بدك برو الله أكبر برو تكبيرة الانتقال برو ينسا سينسا الله أكبر برو تكبيرة الانتقال برو ينسا كذا كقوم أبو حالا من يلا سنت جزي أمس جزي تكبيرة أمتا أمس جزي سننسا يعلنو عن قطرو كقطرنا وسدس جزي ميهونو سجي السنة تكبيرة الانتقال سننسا من نرو الله أكبر انتونا كذا رأى كقوم بالا الجاشن يانسان بقول التنيا وركع عليه أمس جزي نامت ألد عند لي مجمع رأو صباح يقول التنيا أمس عصرا أسرة يعني سوست هونو مال يعني أسرة هولت هونو مال بايهون كأنه زي كأسرة هولت هولت توست عنده إيمان جمرة تكفير تلحرامنو السو مكرة هي لبت قديت هونو نقرنو يازو مالتنا إن شاء الله
يستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين ليلا ودمو تكبيرات سنل اجاج المنسات تكبيرات سنل كتكبير اوغا اجاج المنسات يتودده هنا تكبير ايالن كتكبير اوغا اجاج المنسات عبرو مالتنو عبرو تكبير ايالن اج منسات يتودده هنا يتودده هنا لمن النبي علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير النبي صلى الله عليه وسلم اجاجو يانسو نبرنا يعني التكبيرات سيروا جاكوا يانا سنبرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال من هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه نبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم رفع يديه جاكوا يانا سنبرة يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته صلاة سكتنبت قبل الركوع جاكوا يانا سنبرة يلال إهم زيوست صلاة العيد قبل أخرجه أبو داود والنسائي بتكبيره مكاكل اسمي بالذكر اللوي مثالي مجمرة لي سبات تكبيرة يبالال بلنا بالنزي بسبات تكبيرة مكاكلة ميبال ذكرى اللوي كتب على شفو زان ميلال يصنو أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا مالتي شلال هي وددال برال هي مالتي وددال قال لن الله أكبر كبيرة لكن ده تكبيرة مات الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة بتهيني جمرا من وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أيهني الألبلوان لمن من على الذي مرجع وكتب عليه لقول علق يعني عقبة بن عامر عقبة بن عامر اندي عليه سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد يه عقبة بن عامر عبد الله بن مسعود تكبيراته كن إياه بمهال سلميلو كتكبيراته كن بعيدوش تكبيرا لاي أميلون من دنو متلو بمهال بيال كتلا من دون متلو بيسلو قال ان عليه مرتين عليه يحمد الله مرتين يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سلسو ستايك يحمد الله الله يا مسجنان ويثني عليه الله يا ودسال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كمرتين عليه الصلاه يا ورجال بلو عليه سندو عن ابن مسعود قولا وفعلا عند سجنتنا وليه ابن مسعود هنا هنا استرال فال كسو هنا تبين قول سلسي الحمد لله يحمد الله ويثنى عليه يا ود صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم لزانا كزيزو الحمد لله كثيرا يعني الله اكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يلا لا لي يعني شوف فوزان مالتنا حذيفه وقال حذيفه حذيفه بن يمان اندي قال صدق ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن اونت بلال لكن وهين يبالال بلوال نجر كن وين اتى بذكر غير هذا كزي وجي راسه كذي عون كلاي كتقسم وجه راسه بيامت أفلا بأس يلالو شفوسان شكري لهم لأنه ليس فيه ذكر معين وأنه متوقع اللبت نقر يتقدب يهن نيبل بمكاكلاتهم يبال نقر سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى مهم ليلة عندي يهن نيبل تبر يتقدب الله ذكر لهم بك ذكر لهم بل عندهم يا وقزة إن شاء الله نمت ألم بوال عند دعو لموتي نقر أيهون بروال أيهون بروال قال ابن القيم رحمه الله تعالى أين اسم الكتب ابن القيم ليلال كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة يتوسن به للتكبير مهكل تنش وانا سكتة تنش زميل نبرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات نقرقن كمونم كما ركتن يوم بيتن يوم بتكبير ومكاكل الله أكبر يلونا تنش زك ولو يقوم نبرة ليلة من تكبيرات يلو نبرة نقرقن كساتشو بمهاكل يهن يلو نبرة أمي الحديث يلم بكفاج يتقدم يهن يلو نبرة كما ركتن يتقن حديث يلم يقدم آثر نمات كابدالله يلو مسؤول يتقن يهن كزوجي مرجع يلو مازن قراءة من دبنا ونديت نو ميكارو ونديت نو كتب على قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يكبر تكبيرة الإحرام مجمرة تكبيرة إلى لال تكبيرة إلى لال كذا ويستفتح دعاء الاستفتاح كرال يو تكبيرة إلى دعاء الاستفتاح كرال تكبيرة ما تكبيرة الإحرام مالتنا الله يكبر الصلاة في قبل كذا سبحانك الله وبحمدك يعني اللهم بعيد بيني وبين خطايا ميلون يدعاء الصلاة مكفكة دعاء يادر قال له كذا ثم يكبروا ست تكبيرات كذا بارا دمو ست تكبيرات يكبر لمن سبات يتبارو عندنا تكبيرة الإحرام نبر بلوال فما حال صلاة الاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح سجبا بحال ست تكبيرات يا مدل تكبيرات شو كتشرس بحال مالتنو ثم يقرأ فاتحة سورة الفاتحة يكرر وسورة معها كسوغا سورة عن يوني سورة يكرر مالتنو إما مجمر عليه ما سبح اسم ربك على عليك على ويدمو سورة القاف يكرر بمجمر ورك عليه مالتنو بولتني ورك عليه مو بمجمر أو سبح اسم ربك على عليك كرر بولتني ورك مني كرر سورة الغاشية يكرر مالتنا بما جمرا ولا مالتنا سورة القاف كرر بقول تاني ولا دمو اقتربت الساعة وانشق القمر أميروني يكرر مالتنا
ይሄን ይቀራል ከነዚህም ውጪ ማንኛውም የቁርአን አንቀጽ ቢቀራ ችግር የለውም ይክድ ይሄን ይቀራም ባልልም ነገር ግን የመልክተኛው ሲቀሩት የነበረ ይሄን ሱና ማስተማርና እንዳንዴ ተግባራዊ ማድረግ የተሻለ ነው ከዛው ውጪ ግን ይሄን ይበለው የሚባል ነገር የለም طيب ما حكم من اراد الامام وقد فاته شيء من التكبيرات الزوائد مثلا امامو يسجد مت عند ركعه عملته تكبيره زوائد عملته يتوسد معناته ነው ተክቢራዎች አመልጦታል ስለዚህ ምን ይበል ወይ ደሞ ፋቲሃ እየቀራ ወይ ደሞ ቁርአን እየቀራ መጣ ተክቢራ ሳይል ማለት ነው እንዴት ያደርታል እነዚህ ተክቢራዎችን አመልጦታል ከተባለ በዚህ ጉዳይ እስከተባለ قال الشيخ الاسلام يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اذا دخل مع الامام يعني في اثناء التكبيرات فكبر يعني فكبر للاحرام اولا ثم تابع الامام فيما بقي الى لك امام صلاه يسجد كمتى تكبيرا امامو يالغو مثلا امامو ሁለት تكبيرا ብሎ ሶስተኛው ለከደረስክበት የቀረውን تكبير አብረው ተከታተል ያለፈውን አምጣ አትባለም ወይ ደሞ امامو ማለት ነው አንድ تكبيرا ከደረስክበት امامو ይያል አንድ تكبيرا ከደረስክበት እሱን تكبيرا ትላለ ከዛ ሌላው አምጣ አትባለም እንዲም ደሞ ማለት ወይ ደሞ ጭራሽ ፋቲ ያኔ ተክቢራውን ጨርሶ ፋቲሃውን እየቀራ ወይ ደሞ ቁርአን እየቀራም ከመጣ ምንድነው የምታደርገው ቁርአኑን ታዳምጣለህ እንጂ ተክቢራውን አትልም በቃ አንብ ችግር የለውም ኢማሙን ትከተለዋለህ ባለበት ሁኔታ ላይ ትከተለዋለህ ችግር የለውም እነዚህ ተክቢራዎች እኮ ግድ አይደሉም ብለናል እኮ ግድ አይደሉም ብለናል ግድ አይደሉም ቢያመጣቸው ጥሩ ካልሆነ ግን ግዴታ ይምጡ የሚባሉ ነገራቶች አይደሉም መልሁክሙ ወለም ነስየ ተክቢራቱ ልዒዲ hatta ሸርዕ ፊል ቂራ አንድ ሰው ምሳሌ ዒድ ሲሰግ ረሳና በቃ እንደው ተክቢራዎቹ ረሳና ሰላቱስ ገባ ረሳ ምን ይደረግ ተክቢሮቹ ሳይ ለረስቶ ሰላቱስ ገባ በፋቲሃ መቅራት ጀመረ እንደሌላው ቀን እንደሱና ሰላት قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الصلاه صحيحه صلاه تكبيره من ما يقودهم ولا حرج في ذلك منهم تشكر لهم لان التكبيرات سنه ان هذه التكبيرات تكون 6 كده انذا يامطاءهم يبار سنه ناتهم ما هي بواجبه واجب ايدلهم فاذا نسيها عند سو كرسا فلا حرج والحمد لله منهم تشكر لهم الله مسكنا يغباونا ابن باز ابن عثيمين منهم قالوا لو نسي التكبير عند سو تكبير بنسى في صلاه العيد بعيد صلاه العيد نجي يبالوا تكبيرات بيرسى حتى قرا ቁርአን ሲቀራ ደስ ወይዶ ፋቲሃ ሲቀራ ደስ ረስቶ ወደዛ ቢገባ ሰቀጣ ይወድቅለታል ለምን ሊአነው ሱና ፋተ መሐሉሃ ሱና ነበረች ቦታው አልፏል ቦታው ደግሞ ፋቲሃ ከመቅራቱ በፊት ነበረ በቃ አምልጦታል ብሎታል ማለት ነው ሊአነሁ ምክንያቱም ይሰው ያምልጦታልና ይሄን አልፎ ልክ ምሳሌ ተክቢር ዱዓ ለስቲፍታህ ቢራስ አንሰው ልክ እንደ ዱዓ ለስቲፍታህ ምሳሌ አላህ ተወሩ ሶላት ገባና ዱዓ ለስቲፍታህ اللهم بعيد بيني وبين بعيد بين يعني بيني وبين خطايا ميلو የሶላት መክፈቻው ዱዓ ሳይል ቀጥታ ቁርአን መግባት ገባ በቃ መልጠው ሱናው ቦታው ነበር በቃ መቅራት ገባ ፋቲሃ ተመልሶ ወደ ኋላ መጥተው ያ ዱዓ ለስቲፍታህ አልቀራሁም ብሎ አይመጣም ለምን ሱና ነበር ቦታው አመለጠ በቃ ችግር የለውም ባለበት ይቀራል ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ስጁድ ሰሁ ወረድም አይባል በመርሳት ሁለት ረካ አምጣ ወይ ደግሞ አምጣቸው ቀዳ አድርጋቸው የሚባል ነገር የለም እነዚህ ተክብራዎች በቃ ካገኛቸው አገኛቸው ቦታው ላይ ካላገኛቸው ይወርቅለታል ግዴታ አይደለም اذا دخل المصلي لصلاه العيد والامام قد انتهى من ركعته الاولى كيف يقضيها مثالي امامو عند ركعه مرو بمرو خلص በሁለተኛው ركعه ላይ ሰው ገባ አንድ ሰው ሁለተኛው ركعه ላይ ሶላት ላይ ገባ እንዴት አድርጎ ቀዳ ያውጣ امامو ሲያሰላምት እንዴት አድርጎ ቀዳ ያውጣ اذا دخل المصلي لصلاه طيب قال الشيخ ابن عثيمين ابن عثيمين بزي قداي من قالوا يقضيها اذا سلم سلم الامام امام لك عند سلامته سو تنستو قضى وطاع يا بلتهون عند ركعه ما اي يقضيها بتكبيرتها بتكبيرها عند تكبيرها مثلا مثال بقى يا ملتهون عند ركعه نو اهو ياكين عند ركعه يا متاتل كمنو غا اسكن تكبيرها يا متاتل من تكبيرها انا نجمرو قضى وطاتل من كامام عند ركعه اغني مثال امامو عند ركعه بيتينو تكبيرها ميبل سايلم يكون بقراتن ساعه يكون ከኢማሙ አንድ ረካ ከሰገደ ከዛ ሁለተኛው ረካ ብድግ ብሎ ይነሳና አንደኛው ለክን እስከነ ተክቢራው ነው የሚያመጣው እንጂ ብቻ ፋቲሃ አይቀርም እስከነ ተክቢራው አንድ ላይ ያመጣል ማለት ነው قال اما لو فاتته ነገር ግን ካመለጠሽ مع الامام كامام ጋር ረካ كاملة አንድ ሙሉ ረካ ካመለጠው فانه ياتي بتكبيرات تلك الركعه الفائته ያለፈችው ረካ ሙሉ ተክቢራን ከነ ተክቢራን ያመጣታል من فاتته صلاه العيد فهل يصليها والامام يخطب او يجلس لسماع الخطبه طيب قضى يا طالب لنا قال انجدي ترى امامو خطبه اللي ادرك بيمدا خطبهون يدمت وش قضاون ياوطا راجحو قضى ياوطا بلنا لا سلازي امامو خطبه اللي ادرك انا عملت طال مدا قضاون ياوطا صلاه ويس خطبهون يدمت قال ابن عثيمين اذا جاء الانسان يوم العيد والامام يخطب امامو خطبه اللي ادرك عند سو العيد صلاه موتاو لاي كمتا كاملتو فقد انتهت الصلاه صلاه كاملتو كما هو معلوم لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحيه المسجد تحيه المسجد ساتو ابن عثيمين معناته بوثاو لاي عند المسجد سرو تحيه المسجد مسجد አለበት ብለው ጠንካራ አቋም ይዘዋል ለዛስ ነው ሳይሰግድ እንዳይቀመጥ ለብዙ علماء ምሳሌ ምን አሉ
مثالي ليلوچ علموج مجمرا يمطالال كرتو مسرحوش مسبسب يجلال من قطلو خطوان ما دامت خطوان يادامطال مجمرا يمطال خطوان يادامطال عند خطوان يادامطال تهيتل مسيد يلبتم بلنال ابن عثيمين ليلوچ عندن علموج علبت بيلوم يلبتم سلازي خطباون من يركال يادامطال خطباون كان دامته بال امامو خطباو سيجرس من يركال قضاون يوطال ما عند كرتو مسرح خطباون ما دامت يهن ماجر اغنى ولذا يعلم قضاون ما وطى يقضاون ماجر اغنى ماتن يقضون ما جراكين مكنياتهم صلاتك وقتك يعي صلات وقتك صحيح كنت تجبت عند زنك كفك على تجبت كاسرا مسكا هاي ديكا بوها لا مالتنا وين دمو خلت زنك كفك على تجبت جيجي جمرو سكا زوالكم صحيح زنبال سكيل درس زهر ليدرس يوصنا دقيقة وشي سكيك أبو درس يجي دال يعي صلات وقتك مالتنا سرازي قضاهم يا وطبس أسرا اللي مجمنا خطبون يقدام متعد خطبون خدام متعد بوها لا مالتنا من يرقل ياتين قضاهم يا متعتال مالتنا هل هناك دعاء لصلاة العيد صلاة العيد مبال ليك كان دعاء لنا من ميتيازه ليت هذا بصلاة العيد لا يميبال دعاء دليل لمالتنا علموش قل سؤال مالتنا يتقدب إهين مالت علبت يميبال دعاء دليل علموش قل سؤال مالتنا طيب سبزي أهون انديتنا ميساقرو باجروا لما برارات ياساقا قدو هنيتا مالتنا مجمرا من يارقال سويو مالتنا ويمتا كزا إمامو سيقوم سيقوما عبرو يقوما مالتنا كزا بحالا إمامو الله أكبر سير بعمر لصلاته إقام على لوي إذان أذان على لوي منهم أذانهم يلهم إقامهم يلهم يعيش صلاة مالتنا أذان ما يبالم إقامة ما يبالم عندنا صلاة الجامعة ما يبال عندنا صلاة الجامعة إلال إيه بركة عندنا العلماء شو بروح كن قول بلا دليل مرة جيلهم صلاة الجامعة جامعة أيبال أذان ما يبالم إقامة ما يبالم صلاة الجامعة ما يبال زين بلونه مستقره لمن كتب على النزيع علموا صلاة الجامعة يعني الصلاة الجامعة يبالي لو علموا إيش مندهم قياس هذا الرجوزنا بصلاة الكسوف مات كسوف مات إن قريش هاي كردوش إن دزاجي مستقر صلاتنا الزلاي صلاة الجامعة يبالي إن بس قياس هذا الرجوز يعيدهم صلاة يبالي البرو صلاة الجامعة يلا إيه تككر هذا لما علوا إلى لو علموا قياس ما درجاته لمن كتب على كسوفك بدهم كسب يمت أنا كركون أنت دين كسب عاد جاكون بدهم كسب كسب أنا كرنا تزجاجت بيت عصبهم يمت أنا كر علم دين كسب يمت أنا كرنا سأجي دين كسب يمت أنا كرسون لزانا صلاة الجامعة هي تبالي بزيمت ترى أما عيد صلاة كون سويش دين كسب يمت أباك ونا كرايد اللهم عصب عامه تقول تزجاجت بيت كانون أوقات ميوت أنا كرنا سأجي ساعات تطبقه موت أسنجي صلاة الجامعة وين معزان إكام ميبان كر يلهم برواد طيب سلازي يمتال إمامو لك ياسقد استو سيل سمي تساهلو يقومان الله أكبر سيل عبروك إمامو يقبال مالتنا عبروك إمامو الله أكبر بلو يقبال كذابو هالا تكبيرون ياسقدم ويس دعاو الاستفتاحي بل دعاو الاستفتاح بلوان قدم يعني مات الله بعيد بيني وبين خطايا ميلو ويدون ليلو كمعلو سلازي السون دعاو الاستفتاح يمكفتا صلاة مكفتا فاتحة كمكرات وعقد بني مستعان نجم كمالتو في تميلو مثال هون نورمان زيزي سنسد زنبري على الله كبير لنكو فاتحة انكرا مارلا مدنو سنة تكبير يعني دعاو الاستفتاح ميبان نقرا السون دعاو نرال سلازي هون انديتي سدروا الكتبال مجمرا دعاو الاستفتاح يلالالو ابن عثيمين ابن عثيمين قالو مجمرا دعاو الاستفتاح يلال كذا تكبيروتون يامتان بمهال تكبيروتون يامتان أهون تكبيرة دعاء الاستفتاح يا متن لك الله أكبر تكبيرة الإحرام يقبل عن كذا على استفتاح يا متن خلت سوستين عدمو يكارو سجس تكبيرة مجمرة وتكبيرة الإحرام الله أكبر سلالة ليوتو زوائلو تسجستو في يا متن بمهل سوست عرطتين أعوذ بالله الشيطان الرجيم برو فاتحة ونكار المالة بسم الله الرحمن الرحيم يا الله فاتحة ونكار بزي بلال ليوتو علمو شنو بزيم تكارين بلال من مجمرة صلاة استي قبل الله أكبر يقبل كذا منم دعاء الاستفتاح سيادك تكبيرة يا متن تكتات يا متن تكبيرة يا متن በተከታታይ ተክቢሮቹን ያመጣል ልክ ተክቢሮቹ ካመጣ በኋላ ዱዓው ለስፍታህ ይላል ዱዓው ለስፍታህ ብሎ ፋቲሃውን ይቀራ ይቀጥላል ብሏል ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ከፊል አብዛኛው ዑለሞች የሚደግፉት መጀመሪያ ተክቢራ ያመጣ የሚለው ነው ጅሙዑ ዑለሞች ያሉበት አቋም ይሄ ነው መጀመሪያ ተክቢራውን ያመጣ ተክቢራ ከያረሰ በኋላ ዱዓው ለስፍታህ ብሎ ከዛ ላ ፋቲሃን ብሎ አዑዙ ቢላሂ ሚሽጣኑል ጅን ብሎ ይቀጥል ብሏል ብዙ ዑለሞች ይሄን ነው ይደግፉት ስለዚህ መጀመሪያ ተክቢራውን እናመጣለን تكبيرون نعمت عليه تكبيرون كامت أم بحالة من نارق عليه جن بزيم يوسف مجمل من نارقو تكبيرون صحيح دعاء الاستفتاح عنده تو عمته تو كزارة تكبيرون برو كزارة فاتحة بكراس يشلان بزي قد عنده إيهن كلاك بدلهم بلن من نرو نجرا يدلهم من نعمل بلن من نرو نجرا يدلهم طيب ياو زيكا تكبيرون يلال كزارة فاتحة ونكرال مالتنا فاتحة ونكرال ليلا نو ما هو ترك عنه يسجد بك أهم كليلا كجبل ترك عليه تعرف رجعون نجرا من دنو بقى بمجمل رأي سدس تكبيرة ሌላ ጊዜ ከመንሰግዱ ምሳሌ ሁለት ረካዓ ከመንሰግዱ ማለት በመጀመሪያው ላይ 6 ረካዓ 6 ተክቢራ በሁለተኛው ላይ 5 ተክቢራ መጨመሩ ነው ሌላ ምንም ልዩነት የለው
ليلا منهم اللي ينزلهم ليلا هو ترك عند من سجدون وبك باكر هو ترك على سجدون ما تناك تيجي بس هو شيء بكتم تامي كبري إب سلاسي بان ميكبر عند صلاة أرجو يا بيتال لا عند زايد الله بك من يارك بك الله كبر يقبل صلاة توست تفعل لك دعاء بالاستفتاح ولا ليلا جميلون ما أدري كيف لك دمو جماعة تكفروا شو نعمتال مجمع تكفروا شو كامل تاك هذا الله كبر كارو ولا سدس شيء ونبص سبات هنا أي بمحل دمو كتكبيرة الإحرام أنا بليل شو بتكبيرة زواج بس مهكل دعاء بالاستفتاح حسب مجمع الله كبر برا الأند كذا لما دعاء بالاستفتاح من كذا دعاء كذا رجع ولا سدس تكفروا شو نعمتال كذا عود بالله من شطان الجنب له قرآن يكرر بعدين عود بالله من شطان الجنب كتب على بالهم عود بالله من شطان الجنب بميله مهكل لنا بصلاته بفاتحة ومهكل من ماسك باتي اللبتم تكبيرة ماسك باتي اللبتم لمن بما حال مالتنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبالو لمن دنا للقران كنا قران استقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مترو سي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بره قران للقران جي فاتحه التكبيره تتسمطا يتسمطا بما حال يغبا تكبيره بدعاء الاستفتاح مكاكلنا كدعاء الاستفتاح بها لا نو وي ميلو نو انتن يالو جي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان بها قران مقرا يلبت تكبيره يمطا ليلوج علموج كفاتحه بها ندو فاتحه كترسه بها راسو يالو علموج فاتحه كترسه قران صلاه كترسه بها يبلو يالو قالو ተክብሮቹ ቁጥሩ የተገደበ ነው ወይ ከተባለ ኺላፍ አለበት አሁን እኛ ያለነው በመጀመሪያው ተክብረተል ኢህራም ጋር ሰባት በሁለተኛው ላይ ደግሞ ከመነሻ ተክብረተል ኢንቲቃል ከሱ ውጪ ያኔ አምስት ነው ያለነው ሌላው ደግሞ በሌላ ተቀራኒ ይብሏል በዚህ ተቀራኒ ነው ያለ ስለዚህ ቁጥሩ የግድ ግዴታ ነው አንሶ ከዚህ ውጪ ያለ ተክብራ ቢልም እናውግዘው አይደለም ከሰለፎች ሌላ ይሄን አቋም ያዘለ ባይሆን ከነሱ ይመጣል መሆኑ ማረጋገጥ አለበት ቁጥሩ ላይ ኺላፍ አለ አሁን ምን ነው 7 እና 5 ባል ነው እንደው ስምምነት ያለው አይደለም ከፈዩ ለሞች ከዚህም በተቃራኒ ብለዋል ማለት ነው ስለዚህ ካራሳ ወይ ደሞ ካመለጠው ያንን ሶላቱ ላይ ማለት ነው ያንን ይላል طيب إن شاء الله يزاري برنامج تنزيل هذا الكلام هذا صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين